السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني من السبيعة خالد كريمتك. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم أغرب هاتف. هاتف يشتغل باللمس. كما تلاحظون الإضاءة للإشارة كما تلاحظون إصبعي ليس به شيء، يعني قد يظن الإنسان أنني أستعمل خدعة أو شيء من هذا القبيل. إصبعي ليس به شيء. قد أغير إصبع آخر. هاتف حساس.